كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. تابعت كاف 24 تي في صباح أمس الأربعاء بقاعة ندوات بالحديقة الوطنية للحيوانات بالرباط أشغال المحاضرة العلمية تحت عنوان تدبير التنوع الجيني بضباء الصحراء وتأثيره على استراتيجية المحافظة على هذا النوع من الحيوانات، والتي ألقتها الدكتورة هيلين سين رئيسة البرامج العلمية للمحافظة على الحياة البرية في الجمعية الملكية الأسكتلندية لعلوم الحيوانات. وحضر هذه المحاضرة السيد المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر عبد العظيم الحافي، والسيدة سلمى سليماني المدير العام المنتدب للحديقة الوطنية للحيوانات، السيد المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر عبد العظيم الحافي في تصريح خاص به كاب 24 تي في. اعتادت الحديقة الحيوانات بالرباط أن تنظم محاضرات علمية حول موضوعات اللي كتشكل يعني الاهتمام بالنسبة لموضوع التنوع البيولوجي بصفة عامة. أنا كنعرف ربما أن ما بين التحديات الكبرى وربما من أكبر التحديات هو الانجراف بالنسبة للتنوع البيولوجي، لأن كل الدراسات كل المعطيات كتبين بصفة واضحة أن هناك تدهور مستمر رغم كل المجهودات التي بذلت منذ 25 سنة تقريبا منذ قمة الأرض في ريو دي جانيرو. ربما في إشكاليات اللي كتتعلق بإشكاليات تقنية المحضة العلمية، ولكن كاين كذلك إشكاليات تتعلق بالمقاربة وببعض التحولات العامة كالتغيرات المناخية إلى غير ذلك. الهدف بالنسبة لهذه المحاضرة وخص الموضوع بالنسبة لكل أصناف الغزلان الصحراوية هو وضع يعني بالنسبة للمعطيات العلمية المحينة انطلاقا من ما تقوم به المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر عبر مجهودات في العقود الأخيرة، وخاصة بالنسبة لبعض الأصناف المهددة بالانقراض، كيف يمكن أن ندمج ما جد من المعطيات العلمية في هذه المنهجية لضمان كل أسباب النجاح بالنسبة خاصة بالنسبة للمواطن الطبيعية واللي تمت في السنوات الماضية خاصة عبر بعض المحميات في الجنوب المغربي، محمية صوفيا يعني في تقريبا 300 كيلومتر جنوب شرق الداخلة، ولكن كذلك محميات أخرى كمحمية مسيسيب الرشيدية واللي كتعلق بتجارب مهمة جدا أعطت يعني الأكل ديالها، ولكن مازال يعني الطريق طويل لأن كنعرفوا على أن هناك كما تم الإشارة إليها هذه الصبيحة بالنسبة للمحاضرة أن هناك إشكاليات علمية محضة تطرح على صعيد التنوع الجيني بالنسبة لهذه الأصناف، خاصة بالنسبة للمصادر ديالها المصادر الجغرافية ديالها، ولكن كذلك بعض الانجراف في التنوع الجيني، لأن الوقت اللي كنتكلموا على التنوع الجيني كنتكلموا على المستقبل وعلى التأقلم، لأن يعني المخارج ولا المخرجين الوحيدين لدى الحيوان في هذه المواطن الطبيعية وهو أن التأقلم، والتأقلم يعني أن هناك يعني تأقلم بالنسبة للمعطيات تغيرات المناخية العمران كل ما يتعلق بالتلوث إلى غير ذلك، أو الهجرة إلى مواطن أخرى لكي توفر فيها الشروط اللي كانت موجودة في المواطن الأصلية. إذن هادو هما المخرجين الوحيدين، ولكن لا الهجرة ولا التأقلم لهم محدودية. الهجرة لا يمكن لكل الحيوانات أن تهاجر، بالنسبة لبعض الحيوانات فالأمر سهل، ولكن بالنسبة لبعض الحيوانات كالزواحف إلى غير ذلك اللي مهمة جدا بالنسبة للمواطن الطبيعية اللي عندها محدودية بالنسبة للهجرة
وللاستيطان بمواطن جديدة. وكاين قضية ديال التأقلم، التأقلم يعني الإشكالية الرئيسية المطروحة حاليا هو أن عندما نتكلم عن خامس اندثار بالنسبة للتنوع البيولوجي، ولكن هذا وقع على تقريبا مليار سنة اللي كنعيشه حاليا، وهو تقريبا في 200 سنة، يعني تقريبا 200 أو 300 سنة، وهي يعني مدة قصيرة جدا نسبة إلى مليار من السنوات، أن كان هناك تحولات كبيرة جدا لا يمكن للحيوانات أو للنباتات بصفة عامة أن تتأقلم بهذه السرعة. يعني سرعة التحول بالنسبة للمنظومة البيئية أكبر بكثير من المدة التي يتطلبها التأقلم مع المعطيات. هذا وقد اعتبرت المتدخلة هيلين سين أن رعاية الطبيعة لا تتم إلا عبر الحفاظ على الظباء الصحراوية، والتي بدأت تعرف مؤخرا انقراضا ملحوظا. تقول هيلين في مداخلتها: الأمر الذي يستدعي تكثيف الجهود العالمية للحيلولة دون وقوع انقراضها، تبعا لتوصيات الاتحاد العالمي من أجل الحفاظ على الطبيعة. كاب 24 تيفي كانت معكم من الحديقة الوطنية للحيوانات. جارح أبو سالم يحييكم. الرباط.